الله يعطيكم العافية جميعاً. معكم مدحت عيد، سفير أدوبي في الميدل إيست، خبير مجتمعات أدوبي، حاصل على 54 شهادة عالمية من شركة أدوبي. راح نحكي اليوم عن موضوع الذكاء الاصطناعي اللي موجود في شركة أدوبي. كنا متوقعين عدد الحضور يكون أكبر ويكون في توعية أكثر لموضوع الوركشوبس اللي موجودة في كوميكس، على أساس الناس تقدر إنها تستفيد. I will talk now in Arabic, so excuse me about that. بدي أحكي بالعربي إن شاء الله عن موضوع الذكاء الاصطناعي. بس بداية أكيد بدنا نعرف شغلة، بأنه شركة أدوبي هي الشركة الرائدة الأولى في العالم اللي بتنتج برمجيات التصميم الجرافيكي. أشهر برامجها أدوبي فوتوشوب، أدوبي إليستريتور، الإنديزاين. والذكاء الاصطناعي ليس بجديد على شركة أدوبي. أدوبي ماخذ موضوع الذكاء الاصطناعي من أكثر من 15 سنة، وزارع هذا الذكاء الاصطناعي داخل برامجها من سنوات عديدة. فمش شيء جديد موضوع الذكاء الاصطناعي. قبل كل شيء بس بدي أحكي لكم على المؤتمر Inspire Me. مؤتمر Inspire Me المؤتمر الأضخم بعمان والميدل إيست المتخصص في موضوع الجرافيك ديزاين. حابب أني أفرجيكم بس النسخة الأولى من مؤتمر Inspire Me اللي صار بشهر فبراير هذا العام بسلطنة عمان. خليني بس أعرض لكم الفيديو بكم تعذرونا، ما فيش إنترنت، ما فيش شغلات كثيرة، فالبرزنتيشن بدها تكون مجزأة، سامحوني. بس خليني أفرجيكم وأبدأ بالفيديو الأول. علي هذا مؤتمرنا الأول اللي كان بسلطنة عمان في مسقط بشهر فبراير، وإن شاء الله عنا قريباً بشهر نوفمبر، من 6 إلى 8 نوفمبر راح يكون النسخة الثانية من مؤتمر Inspire Me، بس هالمرة راح يكون The AI Design Summit إن شاء الله بنوفمبر هذا العام. خلينا نبلش لأنه معنا نص ساعة، وسامحوني على موضوع راح افرجيكم شوية فيديوز. ما كنت حابب اني اعمل لايف ديموز اليوم من ادوبي بس ما في انترنت. اللي انا بدي احكي فيه بانه الذكاء الاصطناعي موجود بحياتنا صار له سنوات، بس طلع بومينج الان من خلال 6 أشهر أو 7 أشهر بعد ما طلع الشات جي بي تي، وصرنا نفكر بانه احنا بدنا نخلي الماكينة والماشين تشتغل عنا كل شيء. بالنسبة للديزاينرز دائما حقهم مهضوم، لانه معظم المصممين دائماً بس نيجي نقول الذكاء الاصطناعي ما حدا بذكر القطاع أو قطاع الذكاء الاصطناعي للديزاينرز للمصممين، واللي بالنسبة إلي هو جداً مهم، لأنه شريحة المصممين قاعدة بتزيد يوم عن يوم، مش فقط لغير المصمم هو مصمم،
أي حد عنده موبايل هذه الأيام فهو ديزاينر وهو مصمم. أنت بحاجة إلى تعديل الصور، أنت بحاجة إلى موبايل أبليكيشن يعمل لك مونتاج بشكل سريع، بحاجة إلى ترانزيشنز بين الفيديوز تبعتك على أساس أنه أنت تنقل كل بتصوره مباشرة إلى السوشيال ميديا، بحاجة إلى أوتو ترانزيشنز أو إذا الترجمة الفورية كمثال. خلينا اليوم نطلق شغلة كتير حلوة من شركة أدوبي وهي متاحة للجميع. أدوبي أطلقت المنصة الخاصة فيها للذكاء الاصطناعي بأنه أنا أكتب أمر على شكل برومت لا أدوبي وأدوبي تعطيني أحلى وأفضل تصميم. للتنويه فقط لغير، هذا اللي رح نعرضه اليوم متاح للجميع ابتداء من أول أمس. أعلننا أدوبي بأنه هذا الكلام اللي رح تشوفوه اليوم public for public، بإمكانه الكل يقدر يفوت وينشر إبداعه. اللي أنا بدي أنوه إله كمان ضروري جداً بأنه مش أي شخص بيعمل وبيكتب برومت وبيطلع له شغلة جميلة صار ديزاينر، أوكي؟ هو عبارة عن تجربة جميلة. المصمم هو عبارة عن حلال للمشاكل وفي عنده أكثر من نوليدج وأكثر من سكيلز على أساس أنه يتأقلم مع العميل ويتأقلم مع السوق والتارجت أودينس. فالموضوع ليس فقط لغير أنه أنا أعمل برومت ويطلع لي تصميم وخلاص كله تمام. بس أحياناً في ناس مش حابب أنه يفوت في عالم التصميم كثير، مش حابب أنه يتعلم فوتوشوب كثير، فبالتالي بيقدر أنه يفوت بهذا الموضوع. What is Adobe Firefly؟ شو هو Firefly بالضبط من أدوبي؟ هو عبارة عن منصة بتعتمد أدوبي قاعدة على صناعة التصاميم الخرافية من نفسها، من نفس أدوبي نفسها. بمعنى أدوبي قبل سنوات اشترت موقع ببيع صور اسمه فوتوليا وتحول اسمه إلى أدوبي ستوك. أدوبي ستوك فيه أكثر من يعني بقول مليارات من الصور. أدوبي الجميل فيها وهذه شغلة كتير مهمة للناس المهتمة في الذكاء الاصطناعي بأنه أي شيء أنت الآن بتصنعه بأدوبي فايرفلاي بالذكاء الاصطناعي فهو قانوني أولاً، زائد ما بضر أي حدا من حقوق النشر أو الكوبي رايتنج. هذا عكس البرامج الثانية أو البرمجيات الأخرى زي ميد جورني زي دالي 2. إحنا ما بنعرف من وين الريسورسز وممكن يكون فعلاً بيستخدم تصاميمي وأنا مش داري. فبالتالي أدوبي بتقول لك إنه كل اللي بتجنيه من وراء هذا الذكاء الاصطناعي الخاص فيها كوميرشالي مزبوط 100%، وهذا نمبر 1 لأنه في أمريكا وأوروبا بيهتموا جداً في موضوع أكيد الكوبي رايتينج. الشغلة الجميلة الأخرى بأنه أنا في عندي منوعات من الفايرفلاي. الآن أنا راح أعرض عليكم فيديو أفرجيكم بالضبط الفايرفلاي شو بيسوي، بعدها نأخذ فيديو مع بعض. وسامحوني للأسف كنت محضر للايف ديمو نعملكم شغلة يعني سحر ماجيك بس ما في إنترنت. خليني أفرجيكم What is Firefly. خلينا نبدأ بأول فيديو. هذا فيديو شامل عن أدوبي فايرفلاي ولاحظتوا بأنه
كله يتعلق بموضوع المصممين بأنه أنا أعلي الريزوليوشن لأي صورة، وهذا الإشي صار كان زمان مستحيل الآن موجود. أكيد في عندي شغلات كثيرة، خليني أحكيها بتخصص أكثر. أفرجيكم فيديو ثاني لموضوع المصممين، رح يفهموني بأنه عصر السحر بلش. نتفرج على هذا الفيديو مع بعض. هذا أدوبي فايرفلاي، لاحظنا كيف بيحكي عن موضوع التكست، جينيريتنج تكست، يعني ستايلز من التكست. على 3D راح يدخل في الموضوع، راح يدخل معانا بجينيريتنج اللي هو الايمجز، اعطيه اي كلام برومبتنج ولحاله بيطلع لي ايمجز. ايش الحلو في الموضوع في أدوبي؟ أدوبي ليست منصة فقط لغير بانه انا اكتب واعطي وانشر على الفيسبوك او التويتر او ايا كان. أدوبي عاملة فايرفلاي الان داخل برامج أدوبي، شغل اسمها الانتجريشن، انتجريشن بتوين فايرفلاي زائد أدوبي إليستريتر، أدوبي فوتوشوب. واللي كمان حابب إنه يفوت، من امبارح أعلننا أدوبي بإنه أدوبي فوتوشوب الجديد بإمكانكم تفوتوا وتشوفوا شغل اسمها جينيريتنج الاي اي مثلا ايمجز من خلال الفوتوشوب نفسه. خلينا أفرجيكم فيديو آخر عشان الوقت، لموضوع الناس المهتمة بالفيديوز، صناعة الفيديوز، واللي كثير الآن مستخدم أكيد الفيديو في صناعة السوشيال ميديا، واللي يعد أكثر تأثيراً من الصور. خلينا أفرجيكم هذا الفيديو عن فايرفلاي فور فيديوز، ونتفرج السحر اللي ممكن تقدمه أدوبي. تفرج. ستوري بوردينج لحاله برسم. فيديو شو ضل؟ كل شيء الذكاء الاصطناعي راح يسوي. خلينا نبدا الان باول فيديو من شغلنا، راح نحكي فيه عن شغل اسمه جينيريتنج تكست. جينيريتنج تكست هو عباره عن تكست ستايلز، انا بامكاني اني اعطي ادوبي فايرفلاي كلمه، والان كله طبعا اكيد باللغه الانجليزيه بس قريبا راح ندعم اللغه العربيه فيه. هذا الفيديو راح تشوفوه عباره عن شغله كثير جميله وكثير صراحة الذكاء الاصطناعي بيعاني منها. مثال ميدجورني أو أيًا كان، بس أجي أطلب منه يكتب كلمة، كمثال يكتب كلمة مدحت، بالنسبة له الذكاء الاصطناعي عند تركيب الأحرف أحيانًا بتزبط وأحيانًا لا. بس أدوبي عندنا شغلة متخصصة لموضوع التكست ستايلز،
واي شيء انتم بتحبوه تكتبوه. كمثال انا بدي اجي اكتب كلمه مثلا ام اي او رمضان، راح نشوف الان، وقلت له انا حابب كلمه رمضان تكون على شكل موسك جامع، او بدي اياها على طريق سانسيت شكلها يكون لونها سانسيت، لحاله الذكاء الاصطناعي بيعمل لي جينيريت. خليني افرجيكم اول توبيك من فاير فلاي، هو عباره عن تكست جينيريشن، ونتفرج على هذا الفيديو اللي هو من شغلنا احنا، يعني نتفرج مع بعض. أعتقد الفكرة وضحت من الفيديو. طبعاً فاير فلاي زي ما احنا شايفين هو عبارة عن منصة بكتب التكست. هذا الأمر بالذات تم الانتجريشن معه. إذا بتعرفوا المصممين، مين مصمم هون بس برفع الأيدي، مين ديزاينرز؟ أو معظمنا ممتاز. تسمعوا في أدوبي إكسبرس، أدوبي إكسبرس أقوى برنامج من أدوبي، اللي مين كانفا جنبه، مين ومين ومين إكسبرس. أدوبي إكسبرس الآن صار في انتجريشن بينه وبين هاي الخدمة، بأنه للسوشيال ميديا بس عليك تكتب أي ستايل بدك إياه ولحاله بيعملك إياه جينيريت. اللي حابب إنه ينزله بي إن جي فايل شفاف بزبط وبهاي ريزوليوشن. ليش؟ لأنه كل أدوبي ستوك تعتمد على الهاي ريزوليوشن، وهي فور كوميرشالي يوزد. هلا خلينا أفرجيكم شغلة أسرع، ويمكن نخلي الموضوع أحلى فأحلى فأحلى. نتفرج على التوبيك الآخر من محاضرتنا والورشة، اللي هي فيكتور كلر. شو يعني كلمة فيكتور كلر؟ الناس المتخصصة بالذكاء الاصطناعي بالديزاين بتعرف بأنه بمعظم البلاتفورمز اللي قاعدة تصنع لي الآن صور على الذكاء الاصطناعي، ميدجورني، دالي 2، ستيبل ديفيوجن وغيرهم، وأدوبي، معظمهم بيشتغل على البيكسلز، يعني معظمه بيشتغل قاعد على صور أصلية. طيب بالنسبة للفيكتور، الفيكتور اللي ما بيعرف هو نوع آخر من أنواع الجرافيك ديزاين، عكس الصور تماماً، بيعتمد على الرسم والفيكتور. الشعارات العالمية كليتها وأي شعار بالعالم لازم يكون فيكتور، لأنه أنا بدي أكبره وما يخسر، وبدي أخلي لونه أبيض، بدي يعني أضيفه وين ما كان ويكون شكله جميل ويتأقلم دايماً وين ما كان. فبدي أفرجيكم شغلة الآن جميلة للناس اللي بتشتغل بالفيكتور، لأنه أدوبي إلها أدوبي إليستريتر. أدوبي إليستريتر هو أكبر وأضخم برنامج في العالم لصناعة الفيكتورز. أفرجيكم الآن كيف أنا بقدر أجيب أي صورة فيكتور وأعيد تلوينها باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا الكلام موجود صار له سنين عند أدوبي، بس أنا بختار إنه أغير الألوان بناء على الألوان. يعني أنا بجيب 5-6 ألوان، أحمر أخضر أزرق بني كمثال، وبقول له غير لي هذه الصورة بالألوان اللي أنا اخترتها. الآن الموضوع مختلف، الموضوع الآن أنا بكتب له برومت، بقول له بدي هذه الألوان تكون عبارة عن سانسيت مع غروب لونه بنفسجي، فبغير كل الفيكتور لهذا الموضوع. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. Gray and red.
هذا بالنسبة للفيكتور. شو الجميل؟ أكيد بس أنا أخلص المنتج تبعي بهذا البلاتفورم، أول ما أجي أعمل داونلود بنزل عندي بصيغة الـ SVG اللي هي فيكتور جرافيكس، فبالتالي بأخذها على الستريتر وبعدل عليها، واللي منصات أخرى لحد الآن مش قادر إنها تسوي. طيب ننتقل لشغلة كمان أجمل الآن عشان الوقت، نتفرج على اللي أنتم بتستنوا عليه. كيف بدي أصنع صور؟ كيف بدي أصنع ديزاينات من الأدوبي AI أو أدوبي فايرفلاي؟ خلينا نعرض هذا الفيديو. هذه شغلة واضحة جداً، بفوت على الموقع بكتب أي إشي بشوفه مناسب وفوراً أدوبي بتعمل لي جنريت. الجميل في أدوبي بأنه في عندها شغلة اسمها يوزر فيس فريندلي، يعني أنا مش راح أضلني أكتب واروح أتفرج على الشمال وعلى اليمين. أدوبي حطالي آيكونز نوع التصميم اللي أنا عاوزه آرت ولا جرافيكس ولا يكون مائي زيتي اللي أنا بخطر في بالي. زائد عملنا لي شغلة اسمها اللايتنج، كيف بتحب اللايتنج يكون موجود، فأنا مش راح أكتب، أنا راح أختار. ليش أدوبي عملت كده؟ لأنه أول عن آخر في يوزرز وفي مستخدمين إنجليزياته ضعيفة، بالإضافة أنه الناس فيجوال يعني أنا بس أتفرج على هذا الآيكون بعرف بلغات العالم ما معنى هذا الآيكون. فأدوبي جابت لي هذا الاختراع لكافة الشعب، لكافة المستخدمين. بس هون بنيجي بنوقع مع ورطة مع المصممين. ايش بقول لك؟ ادوبي فتحت المجال بانه تخليني انا اقعد في البيت، والسبب انه تفرجوا شو قاعده بتسوي ادوبي. وحكينا امبارح يمكن بجلسه حواريه طويله بمدتها ساعتين بهذا الموضوع، بس اللي انا بدي اقولكم عليه انه خليني افرجيكم يا المصممين يلي انتم خايفين من انه هذا الكلام يقعدكم بالبيت، كيف ادوبي عاملاه لكم عشان يساعدكم. ادوبي بتقول بانه انا بدي اساعدك، ما بدي استبدلك، بدي أساعدك. طول عمرها أدوبي وهي شغالة من 15 سنة على الذكاء الاصطناعي وهي تساعد فيك وإنت ما بتعرف. فبالتالي خلينا نتفرج على الفيديو القادم، هذا خاص بالمصممين، كيف أنا بدي أستفيد من الذكاء الاصطناعي. مثال، ليش أنا أقعد أفتش على صور وأقعد أركب وأزبط في الإضاءات وأزبط في اللون والشادو؟ الشادو أنتوا عارفين كيف القصة، وأي صورة أنا ماخدها من جوجل وبدي أغير في نوع إضاءتها أو أعكس إضاءتها كيف بكون. خلينا نتفرج على هذا الفيديو ونتفرج فايرفلاي آخر فيديو للمصممين شو بيسوي. يلا
أعتقد العملية صارت واضحة للمصممين، مظبوط؟ هبدأ كف. أدوبي بتقول لك في تولز وأدوات خليها علي أنا. نعم إنك تتعلم التولز والأدوات هذا إشي كتير جميل وكتير رائع، بس أحياناً ما تخلي التولز والأدوات تأخذك من العملية الإبداعية تبعتك. أنا مصمم مهمتي الأولى إني أفكر، إني أحط لك مشكلة، أحط لك حل مشكلة. فبالتالي العملية الإبداعية عندي، عندي التولز، خلي أدوبي تأخذ الجزء هذا عني مش مشكلة. اثنين، عملية السيرش للصور. مصممين قديش تقعدوا تعملوا سيرش لصورة؟ مزبوط؟ أوكي. طيب واحد، حقوق الملكية الفكرية، من بنعرف إنه هذه حقوق ملكية فكرية ولا بنأخذ؟ بنأخذ. إذا أي عميل عجبته صورة 70 أو 80 دولار ما بيرضى يدفع لك، لأنه أصلاً حق التصميم كله 20 دولار، فكيف بده يدفع هذا الكلام؟ أدوبي قالت لك أنت بإمكانك تروح على أدوبي ستوك اللي هو أكبر موقع صور لأدوبي وبفلوس بدي أشترك. جميل يا أدوبي، أنا عشان أعمل سيرتش بخطط دائماً بكون إلي 3 أيام سيرتش عن الصور المستخدمة، وبعد ما أخلص إيش مضطر أسوي الآن؟ أبدأ أركب وأعمل عملية الدمج هذا للصور. بعد ما أعمل عملية الدمج في عندي مشكلة الآن بنوع الخط اللي أنا بدي أستخدمه، البراند الخاص بالشركة، شو الألوان الخاصة فيها، هل في براند ايدنتيتي، في هوية معينة لهي الشركة مش لازم أطلع عنها؟ أدوبي الآن قالت لي تفرج شو بسوي لك، تفرج الشفافية اللي ما بين الكوب زائد اللي فوق، تفرج التفريغ. أنا ما عملت شيء إلا فقط لغير حددت له منطقة معينة وطلبت منه أنه أنا يكتب. اللي أنا بدي أنصحكم فيه بآخر محاضرتي بأنه هاي الشغلات تستحق التجربة. هذا العصر ضروري جداً أدخل فيه الآن، لأنه إذا ما دخلت فيه الآن أنا راح أندم، راح أطلع من اللعبة كاملة. للديزاينرز بحكي أكيد، بديش أفوت أنا في موضوع تشات جي بي تي وقديش بيفيد صار المصممين بكتابة محتوى لمواضيع السوشيال ميديا والتصميم. هذا مش تخصصي الكونتنت، بس أنا بحكي بشكل عام إنه في ثورة قاعدة بتصير حالياً، لازم إني أنا أدخل فيها ولازم إني أتعلم منها وأطلع قد التحدي. الشغلة الأكبر اللي أنتوا شايفينه الآن هو عبارة عن نقطة في بحر ما هو قادم. أدوبي ماكس القادم بأكتوبر راح تشوفوا كل الكلام هذا انتجريتد مع كل البرامج اللي أنتوا بتشتغلوا عليها، بالفوتوشوب، بالستريتر، بالإنديزاين. شغالين إحنا الآن على شغل كتير جميل في موضوع الذكاء الاصطناعي. إذا أنتوا شايفين اللي شفتوه اليوم هذا عبارة عن سحر، فانتظروا إن شاء الله السحر القادم. والسبب عشان أستوعب الموضوع أكثر أنا بتطورات برمجيات الذكاء الاصطناعي، لازم أجرب، لازم يكون في عندي تفاعل، أعرف السلبيات فأبتعد عنها وأعرف الإيجابيات فأنا أمضي فيها. اللي أنا بدي أنصحكم فيه بكل صراحة للمصممين بالذات، لأنه أنا محاضرتي معظمها للمصممين، دير بالك على لغتك الإنجليزية. إحنا الآن بندفع الثمن غالي بأنه إحنا دائماً شعوب مستهلكة وليست شعوب صانعة. نعم في برمجيات باللغة العربية بقدر أكتب أنا برومت باللغة العربية، بس معظم الداتا العالمية كلها بأني لغة باللغة الإنجليزية. وما تخلي برضو كمان كتابتك أو تعلمك للغة الإنجليزية عائق. أدوبي نعم ما بترضى إلا تكتب إلها إنجليزي، روح على جوجل اكتب كل شيء عندك بالعربي حوله للغة إنجليزية، تتعود شوي شوي عشان تستفيد من هذه الثورة. هذا واحد. اثنين، المبدأ القادم والعلم القادم للأجيال القادمة شغلة اسمها البرومت إنجينيرينج. برومت إنجينيرينج إنه أنا كيف أكتب عشان أخذ خير الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عالم آخر ما بفهم فيه أنا إلا بتخصصي، تخصص الجرافيك ديزاين. أنا بتحايل عليه أحياناً بكلمتين بعطيني فرق شديد جداً، فبدل ما إنه أنا أجرب مرة ومرتين وثلاث أنا بصير فاهمه وهو فهمني إنه أنا عارف لك وعارف مداخلك، فأنا أعطيتك الكلمات تجيب لي من الآخر. أدوبي فاير فلاي من الشغلات اللي مهمة جداً إنه الكل يتعلمها. وآخر فيديو بس دي أفرجيكم إياه عن برضو كمان فاير فلاي، نتفرج عليه مع بعض. صورة، بعمل مكان بهذه البرش، مربع، خماسي، سداسي، ما بهم، بكتب له بالبرومت اللي أنا عاوزه. أنا عاوز كنباي جلد فاخر لون أبيض مثلا. تفرجوا التركيب،
تفرجوا الديتيلز، الشادو، الإضاءات، اللون، متأقلمة مع لون السانسيت. اللون، الشكل، البوز، البلور، إذا مغبش، إذا بعيد، البرسبكتيف، مربع آخر. ترجو التركيب. هذا هو الذكاء الاصطناعي من أدوبي فايرفلاي. معلش معطيني نص ساعة فقط لغير سامحوني، ضل أخذ إذا منكم أي أسئلة أنا جاهز إني أجاوب عليها بتخصصي اللي هو الجرافيك ديزاين. أوكي؟ نعم. أوكي، في بس أغلبكم إذا في مجال بس نعبي هالداتا الصغيرة على أساس إنه نبعكم إنفيتيشن لموضوع الإسباير ميل القادم. مين عنده أي استفسار؟ مين بيحب؟ تفضل أستاذي. في مايك بس أغلبك مايك. Please, can you give me a mic? ثواني بس عشان الكل يسمع. طبعاً إحنا قلنا مخططين لديمو، لايف ديمو على الفوتوشوب، وهذا كله شغل أنتوا شفتوه. مخططين لشغلة كتير جميلة، بس للأسف موضوع الإنترنت مش موجود، فما في وصل بينه وبين أدوبي. تفضل. الله يعطيك العافية. يسعدك. بدي أسأل بخصوص البرايسنج، إيش الأشياء اللي هي فري وإيش الأشياء اللي هي بيت؟ سؤالك رائع جدا. الأخ بيسأل على موضوع إيش الشغلات اللي فيها فلوس فيها دفع وإيش الشغلات اللي فيش فيها دفع. عموما أي حدا عنده اشتراك أدوبي، أوكي ما في صوت، أوكي هيك صوت أحسن. أوكي، أي حدا عنده اشتراك أدوبي بدون هذا صوتي، أي حدا عنده اشتراك أدوبي اللي هو الترخيص العادي، كل إشي أنا ذكرته الآن بيقدر يفوت عليه بالأدوبي آي دي فور فري. أوكي، أي حدا الآن حابب يجرب فايرفلاي بدون ما يكون شاري من أدوبي شيء، فوت على موقع أدوبي فايرفلاي، اعمل يوزر نيم بإيميلك وباسورد، وبتقدر تجرب كل الخدمات اللي شفتوها مجانا كاملة إلى ما يعلمه الله. لسه لحد الآن لماكس مش مبين، بس الموضوع كامل راح يكون انتجريتد مع أدوبي كامل. أي حدا عنده اشتراك راح تلاقيه شغال مع الفوتوشوب، مع الستريتر، مع الانديزاين، مع الكل كامل إن شاء الله. أوكي، أي حدا عنده أي استفسار آخر؟ كله تمام؟ الله يعطيكم ألف عافية، مشكورين جدا جدا، شكراً.